قالت مصادر للجزيرة مباشر مصر، قالت إن مدرعات تابعة للقوات المسلحة تطلق أعيرة نارية في محيط مديرية أمن بورسعيد. يأتي ذلك بينما تتواصل الاشتباكات في محيط مديرية أمن بورسعيد بين قوات الأمن ومحتجين على قرار ترحيل المدانين في قضية استاد بورسعيد. وألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المحتجين أمام مقر مديرية الأمن وبالقرب من مقر ديوان عام المحافظة. قذف المحتجون المبنى بالحجارة والزجاجات وأشعلوا النار في سيارة تابعة لمديرية الأمن، مما دفع قوات الأمن إلى الرد عليهم بالقنابل المسيلة للدموع. صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن الوزارة قررت نقل السجن العمومي في بورسعيد من موقعه وإنشاء سجن جديد في موقع مناسب، وأنه تم اليوم بالفعل نقل 39 سجينا إلى سجن وادي النطرون. والمزيد من التفاصيل معي من هناك الصحفي أحمد الجمال. أحمد، ما هي آخر تطورات لديك؟ نعم الآن يعني في بورسعيد تشهد اشتباكات عنيفة وإطلاق نار حي كثيف، يعني أود أن أقول أن بداية اشتعال الأحداث بشكل ساخن جدا في بورسعيد عندما تحركت مدرعتان للشرطة لتتخذ مواقع متقدمة في ظل خلايا الأسخنة المتسببة في عدد كبير من المختلطات المسيلة للدموع. وعندما تقدمت وتحركت امام الديوان العام لمحافظه بورسعيد فتحركت مدرعتان امامنا، مدرعتان من القوات المسلحه واطلقت اعيره صوتيه في الهواء في مواجهه مدرعتين في الشرطه، واصبح يعني وسعت المواجهه بشكل عنيف. الان نحن في محيط اطلاق النار، يعني مجموعه من الشرطه وجهت الى M112 المتخصصه في حمايه محكمه بورسعيد ووقفوا هناك وهتفوا يعني الجيش والشعب ايد واحده، فاضطر ضابط القوات المسلحه في المدرعه الموجوده امام محكمه بورسعيد لاطلاق عيره ناريه كثيفه في الهواء، ثم تحرك في ميدان الممشيه متجها الى محيط مديريه امن بورسعيد. الامور الان مشتعله، يعني اطلاق النيران بشكل مكثف يعني حاليا في بورسعيد. استغاثات من نقيب المحامين ببورسعيد صفوت عبد الحميد يقول نحن نستغيث بالجيش الثاني الميداني بنزول وحداته الى بورسعيد، وعلى صفحه التواصل الاجتماعي فيسبوك يعني على احد الصفحات التي وضعت خاتم القوات المسلحه، يعني هناك انباء ترددت ب على صفحه الفريق صدقي صبحي، يعني هذه صفحه على الفيسبوك، انا انقل لكم ما اراه على الصفحه، ان القوات المسلحه يعني من الممكن ان ترفع حاله الطوارئ في بورسعيد وتطالب الشرطه بضبط النفس كما تطالب الشعب البورسعيدي بضبط النفس ايضا. ويعني وقالت السطور التي امامنا على صفحه الفيسبوك ان الجيش في يعني مع الشعب البورسعيدي ولن يترك الامور يعني تسير في اطار يعني اكثر من الصدمات. الامور في بورسعيد الان محتدمه تماما، ويعني يعني يعني نكرر وكرر لنا يعني نصيب المحامين ببورسعيد يعني ارسال استغاثات بالجيش الثاني الميداني للنزول الى محيط ميدان الشهداء ببورسعيد لعدم تصاعد الامور اكثر من ذلك. نعم. واكد لنا وكيل وزاره الصحه ببورسعيد ان الاصابات منذ نصف ساعة بلغت 332 إصابة، بينهم 17 بينهم 33 خرطوش بينهم 33 إصابة خرطوش و17 جروح وسحجات، والباقي ال 282 أو 272 كلها اختناقات. ويعني يعني يعني قال المحامون أنه لابد وأن يتم التحرك على مستوى سريع جدا قبل دخول ساعات كثيرة من الليل الى محيط وارسال وحدات الى محيط ميدان الشهداء ببورسعيد لعدم اراقة الدماء في بورسعيد. نعم، شكرا جزيلا لك. انا معي الصحفي احمد الجمال من بورسعيد. قد أعلنت وزارة الصحة إصابة 332 شخصا بينهم 33 مصابا بالخرطوش جراء الاشتباكات التي وقعت ظهر اليوم أمام مبنى مديرية أمن محافظة بورسعيد، وأكد بيان للوزارة على عدم وقوع وفيات حتى الآن.
وينضم الي هاتفيا دكتور حلمي العفني وكيل وزاره الصحه في بورسعيد. مرحبا بك دكتور حلمي، ما هي اخر الاحصائيات لديكم وماذا عن احوال المصابين ايضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك اخر حصل قال الاستاذ احمد انا سمعه هو الحصل اللي قاله دقيق، بس الحالات بتزيد على طول باستمرار. اخر حاله حضرتك حالات جاي 362 حاله، 305 حاله اختراق وصرفهم واختراقوا المستشفيات، في 38 حاله خرطوش وطلق ناري. اخر حاجه وصل حالتين طلق ناري، واحد ضابط جيش طلق ناري في الكباخ في حاليا موجود في مستشفى بورسعيد العسكري، وفي واحد امن مركزي طلق ناري في الصدر موجود في مستشفى بورسعيد العام، وفي واحد خرطوش مدني ده في مستشفى بورسعيد العام. 18 حاله جروح وكدمات، معظمهم اسعف ما عدا حاله واحده بس بدلاء عمليه تثبيت خارجي في مستشفى بورسعيد العام تحت مخدر. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي دكتور حلمي العفني وكيل وزاره الصحه في بورسعيد.